اسعد الله مساكم ومساكم سعاده، ويا هلا ومرحبا فيكم وين ما كنتوا ويانا في حلقه جديده تجمعنا وياكم من حلقات مساء الخير يا كويت. وبالبدايه طبعا امسي على طاقم العمل المميز وايضا مخرجينا ومعدينا والجميع في هذا الاستديو من خلف الكواليس، وعلى زميلي عبد الله. مساء الورد عبد الله. مساء الخير اماني، مساء الخير ومساء الخير على الساده المشاهدين، واجمل تحيه نوجهها لكم من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت ولكل من يتابعنا في مساء الخير يا كويت. اليوم عندنا فقرات جميلة عبد الله ومميزة أيضا، راح نتكلم عن مواضيع كثيرة وراح نتكلم عن موضوع جميل نتمنى أيضا أنه ما يطوفكم ويكون في الإفادة للجميع. راح نتكلم عن موضوع التغذية، ولكن من بعد ما نتعرف على ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. ضيوف حلقة اليوم: فاطمة السني أخصائية التغذية العلاجية، والحديث حول أهمية التغذية العلاجية واختيار الغذاء الصحي المتوازن. كما سوف نشاهد الدكتور وليد خالد لانزي أستاذ تكنولوجيا التعليم في جامعة الكويت، والحديث حول ماذا يقدم التعليم للفرد والمجتمع والمهارات الأكاديمية التي يجب أن يقدمها التعليم العالي. هيا المقرون نائب رئيس جمعية الشعب، نورة جاسم المزعل وبدر ناصر العطوان متدربين في جمعية الشعب، والحديث حول مبادرة اتحاد الجمعيات التعاونية في دعوة الشباب للعمل في الجمعيات. عودة جميلة معكم مشاهدينا، وعندي سؤال كذي شوية عبد الله، يعني بما انك ما شاء الله عليك رياضي، يعني في جزء جميل منك يحب الرياضة وايضا رشيق محافظ على صحتك، فهل اتبعت نظام غذائي من قبل؟ يعني امانة اي الأنظمة الغذائية كثيرة وفي وايد انواع، جربت فترة من الفترات نظام غذائي ومشيت عليه مدة شهر تقريبا، كنت محتاج اني انزل 3 كيلو، وبعد انتهاء الشهر هذا فعلا نزلت 3 كيلو، لكن بعد انتهاء هذا الشهر رديت 3 كيلو، حسيت اني محتاج ما بيهم حسافة، رديتهم يعني بس طيحتهم رديتهم. شكلك ما قاومت الفاست فود والاكل، كنت بجرب يعني اقدر على الأنظمة الغذائية، وفعلا ترى ما هي صعبة اذا تبي تلتزم تقدر انك تلتزم. تقدر تلتزم، وحلو الواحد لما يحافظ يشوف الفرق بعدين ويحافظ على رشاقته ولياقته البدنيه، لان في كثير طبعا من الناس مدمنه على اكل المطاعم والفاست فود ايضا، منها يلا يقول لك فتحت اكل البيت واكل كل اللي تحبه، والبعض ايضا للاسف يعني يصرف بالاكل، يعني يصير في عنده اسراف، في البعض ياكل شوي يعني ويشبع، في البعض لا ياكل بكثره، وطبعا يعني كثره هالامور هذه ممكن تسبب مضره ايضا للصحه وراح ياثر ايضا على الاهل، فاحنا دائما ننصح عبد الله الاهالي انهم يعودون ابنائهم على الاكل الصحي المنزلي، يعني خلي يبعدونهم عن الفاست فود والامور هذه اللي تضرهم وتسبب ايضا بدانه وسمنه يعني لهم. صحيح، ما في احلى طبعا والذ من اكل البيت، لان في هذه الفتره يمكن انتشرت امراض كثيره بسبب سوء التغذيه، منها الضغط، السكر، امراض السمنه، بسبب كثره تناول السكريات والحلويات وغيرها من الاطعمه غير الصحية. مثل ما قلت، وعشان نحد أيضا من هذه الأعراض عبد الله والوقاية من الأمراض مثل ما تفضل أيضا زميلي عبد الله، أمراض كثيرة منها سكري الأطفال أو حتى السمنة، وينصح دائما الأطباء وخبراء التغذية بالاهتمام بشكل أكبر بالتغذية للأطفال والمراهقين وأيضا كبار السن. وما زالت طبعا عبارة يعني دائما نسمعها ولا زالت موجودة: العقل السليم في الجسم السليم. وهذه اللي تدل على فعلا بأن الغذاء الصحي راح يؤدي إلى نتائج جيدة، إذ أنه يعين الجسم على أداء وظائف بشكل متكامل، وفي أفكار كثيرة للتغذية السليمة، تناول الغذاء الصحي، أكل الخضروات أو أيضا الفواكه والعصائر الطبيعية أو الأشياء اللي ما تحتوي على ملونات وأصباغ وغيرها من هذه الأمور. طبعا تعزيز فكرة الطعام الصحي بأنه مفيد يساعد على استكمال اليوم بشكل ممتاز وبدون تعب. مع كثرة وجود المطاعم وتنوع وجود المطابخ سواء كانت أوروبية أو آسيوية أو حتى خليجية،
قل الإقبال على الأكل في البيت، فخلونا ناخذ استفتاءات ونسأل الناس ليش قل الإقبال على أكل البيت، وما هي الأسباب اللي تخلي الناس إن تحضر حق المطاعم هذه، وأهم الوجبات اللي يسوونها في البيت أو يفضلون إن يأكلونها من هذه المطاعم. بما أنك تطبخ، تفضل أكل البيت اللي أنت تسويه ولا أنت تطبخه والأهل يطبخونه ولا المطاعم؟ لا، وبشكل عام أظن هذه الإجابة غالبية الكويتيين والخليجيين والعرب، هذه إجابة أكل البيت. يعني أكل الوالدة ما يتعوض، أكل العمة والخالة. أكل البيت حلو، هو صح المطاعم يعني شوية بعض ساعات الظروف وكذي ما يقدر يعني يطبخ، تطبخ وتي الساعة كم، فش تسوي بعد؟ تأكل أكل المطاعم. بس إحنا لا، إحنا ربات بيوت. تحب تأكل بالبيت ولا تأكل بالمطاعم؟ بالمطاعم. ليش تحب أكل المطاعم؟ أحلى. والله طبخ البيت أكيد أحسن، أفضل يعني، صحي وأمان من ناحية يعني هالأشياء، أفضل يعني أكيد. عارف تطبخ؟ إيه أكيد، أطبخ أنا كل يوم بالبيت. شو تطبخ؟ صدور دياي، باستا، فول الصبح، بيضات، السوالف هذه يعني اللي نعرفها تعلمناها من الوالد والوالدة. والله عشان أكون صريح، فاست فود مو شرط يكون برا، يصير يكون بالبيت، يعني نفس النقت هذا بالبيت، بس أكل البيت أحسن من المطاعم بالنسبة لي. أنت شي بيني وبينك، تأكل النقت وهالسوالف بالبيت ولا بالمطاعم أكثر؟ أكثر بالبيت. إنزين، بما أنك تطبخين في البيت وفي طلبات على طبخك، أنت تأكلين من أكل البيت ولا المطاعم؟ شوفي بالأغلب أكل البيت، بس مرات الواحد يمل وحتى العيال يملون، فنطلب من برا. يما شنو أكثر وجبة تسوينها وتضبطينها يطلبونها منك دائما؟ أسوي هالمجبوسة. مجبوس دياي ولا لحم؟ مجبوس دياي. بعيد عن الدايت، مجبوس دياي. مجبوس دياي. برجر وبطاط وش كنا قلت في السؤال بعد؟ مع كمات بشامل أحبها. باستا، البينك باستا. ضيفتنا القادمة فاطمة السني، أخصائية التغذية العلاجية، وللحديث حول أهمية التغذية العلاجية واختيار الغذاء الصحي المتوازن. اليوم راح نتكلم عن موضوع جداً مهم مع ضيفتنا، وهو التغذية العلاجية وشلون ممكن أيضاً نعالج الأمراض عن طريق الوجبات الصحية. ودائماً الأكل الصحي خلينا نتفادى السمنة وكثير من الأمراض. عبد الله، أكيد وحلو كل واحد منا يعرف شنو الأكل المناسب له، خصوصاً إذا كان يعاني من أمراض مزمنة مثل القولون العصبي، اضطرابات المعدة. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة فاطمة السني. فاطمة، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساكم الله بالنور والله يحييك. بالبداية وأول سؤال وتوضيح لنا وللسادة المشاهدين، شنو هو المقصود بالتغذية العلاجية؟ أوكي، التغذية العلاجية هو منهج علاجي إحنا نستخدمه كأخصائيين تغذية لعلاج الأمراض والأعراض المتعلقة فيها. طبعاً يعني الأمراض المتعلقة بالتغذية وايد كثيرة، فإحنا كأخصائيين تغذية ناس ما قلت إن إحنا نستخدم أسس ومعايير معينة، طبعاً على حسب حالة المريض اللي قدامنا، شنو عنده مرض، شنو عنده أعراض، ويعني على مقاييس معينة. مثلا نعرف التاريخ المرضي، التاريخ النفسي، الاجتماعي، طبعا هم لازم نشوف التحاليل الطبية مالت المريض عشان نقدر نحط له خطة علاجية خاصة فيه ويمشي عليها على أساس إنه يقلل الأعراض اللي عنده أو يعني يعالج المرض اللي عنده. ممتاز. إذن التغذية العلاجية هل هي أيضا مقتصرة للمرضى فقط ولا يقدر أي حد يتبع هذه الخطة العلاجية؟ شوفي، بالنسبة للمسمى المصطلح التغذية العلاجية مثل ما احنا يعني نقول علاجية حق المرضى. أيوة. نحط يعني نظام علاجي حق المرضى يمشون عليه نفس ما قلت عشان يعني يقللون الأعراض المرض اللي عندهم. لكن احنا هم بالعيادة عندنا نشوف يعني ناس ثانية أصحاء ما فيهم شيء. أيوة. يعني هذول نخلي المصطلح مالهم التغذية الصحية. فالعلاجية حق علاج المرضى والصحية حق الناس الأصحاء اللي يبون مثلا بس ينزلون وزن، يزيدون وزن، مع أنها ممكن يكونوا نفس الشيء.
بس هذه علاجية وهذه صحية. بالضبط. لا هو العلاجية هم احنا نقول عشان يعني شلون كل واحد له نظام خاص فيه، يعني نقول حق مرضى السكر نظام خاص، حق مرضى الضغط نظام خاص. نظام خاص. بالضبط. بس حق اللي يبون مثلا بس ينزلون الوزن او يبون يزيدون وزن هذا هم نظام خاص فيهم. حلو. فيعتبر تغذية صحية نفس ما نقول. التغذية الصحية اذا بنروح لها بنروح دائما ان الجسم السليم بالعقل السليم، انك تحاول تدارك وتبتعد عن الأمراض اللي دائما نقولها الوقاية خير من العلاج، فعشان كذي يروح للأكل الصحي. صح. شنو أثرها على جسم الإنسان؟ طبعا أكيد لها أثر، يعني الناس اللي تمشي على تغذية صحية غير لما الناس يعني يكون عندها نفس ما نقول سوء تغذية. التغذية الصحية طبعا راح نشوف أثرها إحنا باليوم، يعني الواحد إذا كانت تغذيته صحية راح ينجز بيومه، راح يسوي مهامه وهو نشيط وهو عنده طاقة، عكس لما يكون الواحد مثلا عنده سوء تغذية راح تشوفه كله قاعد كله ما له خلق كله يعني خمول، فما راح ينجز بيومه أصلا. وهم نفس الشيء التغذية الصحية راح يعني هم تغي من الأمراض، اللي عنده سوء تغذية راح يكون أكثر عرضة للأمراض المزمنة. صحيح. ايضا احنا ودنا يعني نفيد مشاهدينا شلون يقدر الواحد اليوم يكون عنده يعني خطه يعني تغذيه صحيه سليمه للجميع، وشلون نختار الغذاء الصحي المتوازن ونخليه عاده صحيه في حياتنا. طبعا الغذاء الصحي المتوازن دائما احنا نذكره ونقوله، وايد اخصائيين التغذيه يذكرونه، اهم شيء يكون بالوجبه العناصر الغذائيه المهمه اللي نحتاجها احنا في يومنا، مثل البروتين، الكارب، الدهون الصحية، وطبعا الألياف هم مفيدة، والفيتامينات والمعادن. حلو. فهذه الوجبة راح تكون متكاملة إذا كان فيها كل العناصر الغذائية المهمة اللي احنا نحتاجها. قبل شوي كان في عندنا استطلاع، وفي يمكن بعض الناس اللي تتجه إلى الوجبات السريعة، يمكن في البعض يقول الوجبات السريعه اذا كان بالاسبوع مره بالشهر مره ان شاء الله ما عليه، هذا عادي تقدر الكثره منها. إيه طبعا هو كثرة الوجبات السريعة راح تأثر على الصحة، وراح تأثر حتى على مثلا ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع الدهون الضارة، ومنها راح تؤدي إلى السمنة، ومن السمنة راح ندخل في موضوع الأمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض مثلا السكر، الضغط، وانت رايح. فيعني الوجبات السريعة ايش كثر يعني؟ كثرة يعني في ناس يوميا تطلب وجبات سريعة، في ناس تطلب يوميا يعني بدون مبالغة، وفي ناس أصلا تطلب حتى مثلا نقول مرتين باليوم غدا وعشاء كله من برا، من برا كله وجبات سريعة. في ناس وايد يعني للأمانة متجهين حق هالاتجاه هذا. هو مو بس أيضا الوجبات السريعة اليوم أستاذة فاطمة، أيضا خلينا نتكلم عن المشروبات اليوم الطاقة والمشروبات اللي فيها بعض الألوان يعني اللي الصناعية اللي ممكن تأثر أيضا على الأطفال وتسبب لهم أمراض بالمستقبل، فخلينا نتكلم اليوم أيضا أثرها على الأطفال والمراهقين. طبعا هذه يعني مشكلة كبيرة الحين حاصلة عندنا للأمانة، أنا وايد قاعدة أشوف مراجعين يعني يبون يعني ياهل عمره 12 سنة ولا 13 سنة والله هو يشرب مشروب طاقة. زين ليش يشرب مشروب طاقة؟ فالحين عندنا احنا بالجمعيات قانون مثلا تحت 16 سنة ما قاعد ما يبيعونهم. اوكي زين الولد هذا من وين مشروب الطاقة؟ لما انا اسال الاهل او اسال الام عن هالموضوع تقول لي موجود عندنا بالثلاجة. زين هو بديهي الياهل اذا شاف اهل البيت اصلا قاعد يشربون هذه الاشياء وشافه عنده اصلا بالثلاجه، فتح الثلاجه وخذ المشروب وقام يشرب. طبعا هالشيء راح ياثر على صحته هو كطفل او كمراهق، وبعدين المشكله هذه المشروبات فيها نسبه سكر تؤدي حق السمنه، وفيها نسبه كافيين اذا الواحد كثر منها هم يعني ممكن انها تاثر على القلب، تاثر على النوم، تاثر على حتى المزاج يعني. صح. فهذه يعني اضرار المشروبات على مراهقين والاطفال. قبل شوي فاطمه ذكرتي موضوع ان في ناس تجي العياده تبي تنزل من وزنها. صح. لكن هذا ما راح يصير بيوم وليله. هذا لازم التزام. يبي له صبر. يبي له صبر. هذه نقطة مهمة ترى يعني. في ناس ما فيهم صبر. صح، وايد ناس ما فيهم صبر. فيقول لك والله في طرق ثانية منها أوبر تنزيل الوزن. صح. وأكيد هم مروا عليك اللي أوبر، اللي حبوب، اللي أنواع شاي. صح. انا وايد يجوني العياده يسالوني يعني هالاسئله هذه، شنو عندنا مشروبات معينه والله تنزل الوزن، ولا في حبوب معينه اقدر اكلها وتسد الشهيه، ولا نفس ما قلت اوبر نزول الوزن الحين صارت للامانه هبه عندنا احنا بالكويت.
يعني واحد يشوف الثاني ويروحون يشترونها ويغزونها وحتى بدون استشارة الطبيب. طبعا أول نقطة لازم نعرفها أن إحنا لازم نستشير الطبيب قبل ما نستخدمها، لأن الإبرة ترى لها مضاعفات. صحيح. يعني مو بس أنا أغزها وخلاص بضعف وانتهينا. وثاني نقطة، هذه أهم نقطة أصلا، أن اللي يبي يستخدم هذه الإبر لازم يمشي على نظام غذائي صحي معين. حلو. عشان لما يهدي الإبرة ما يرد وزنه مرة ثانية. صح. فهو من الأساس، هو شنو أساس الحين إحنا؟ الأساس إن إحنا راح نمشي على نظام غذائي سواء استخدمنا الإبرة ولا ما استخدمناها. فليش أنا أعرض نفسي حق المضاعفات اللي تصير، ولا يعني حق أمرض نفسي نفس ما يقولون؟ فمن الأساس خل أمشي على نظام غذائي صحي وينزل وزني بدون مضاعفات. نعم، إذا هذه نصائح جميلة، يعني نتمنى أيضا المشاهد اليوم استفاد من هذه المعلومات القيمة في أنه يحافظ على وزنه ويتبع غذاء صحي، يعني عشان حفاظا على صحته أكيد، وطبعا المرضى اللي يعانون من بعض الأمراض. كل شكر على وجودك ويانا وعلى هالمعلومات هذه الجميلة. شكرا لكم ويعطيكم العافية على الاستضافة. شكرا. الله. شكرا لك فاطمة. وفي ختام هذا اللقاء كل شكر للأستاذة فاطمة السني أخصائية التغذية العلاجية. اليوم راح نتكلم في فقرتنا عن أبرز المشاريع اللي قدمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، واللي دائما أيضا يقوم باكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين أيضا من أبناء دولة الكويت. عبد الله، بالفعل أماني، وطبعا هذا المركز يوفر لهم البيئة والمناخ المناسب اللي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وينميها. معكم أنوار حسن الجعفر، طالبة في الصف الحادي عشر وطالبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع من الصف السادس. المركز يهيئ لنا المساحة بأن نطور من شخصياتنا ويصقلها، ويهيئ لنا المسار بأن نشترك بمسابقات عديدة ومجالات عديدة، بالأخص المجال العلمي. لي إنجازات عديدة بالمجالين العلمي والأدبي. من الناحية العلمية دائما أشارك بالمسابقات اللي تتعلق بالرياضيات، فعني المركز الأول في مسابقة ماراثون الرياضيات ومسابقة الكيمياء، وأيضا أنا مشاركة في برنامج CSO اللي يكون تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ومن الناحية الأدبية عندي المركز الأول في المناظرات على مستوى الكويت، وأيضا مشاركة في مسابقات مثل كتابة قصص قصيرة وإلقاء الشعر وحفظه، وتم ترشيحي لتمثيل دولة الكويت في البرلمان العربي للطفل وحصلت على عضوية فيه اللي هو تابع لجامعة الدول العربية. وحاليا أنا طالبة في الدورة الصيفية التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. والدورة اللي هي تقوم على تحفيز الجانب العلمي في الطلبة من مرحلة الصف العاشر ومرحلة الصف الحادي عشر، فكل طالب يختار التخصص اللي يشوف شغفه فيه وينمون هذا الشغف فيه بشكل أكبر. فنحضر محاضرات قيمة ومثمرة، وبنفس الوقت نطبق عمليا هذه التجارب اللي تم تعليمنا إياها. ومن أهدافي المستقبلية قريباً أني أشارك في مسابقة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات، وكذلك أني أستمر في مثل هذه المشاركات اللي ترفع من اسم دولتنا الكويت في المحافل العالمية والدولية.
كلية الآداب جامعة الكويت تستقبل الطلاب المستجدين لتعريفهم على الحرم الجامعي والأقسام والساحات الدراسية الموجودة فيه. مو بس كذي عبد الله، أيضا يعرفونهم على أماكن التسجيل والقيد في أمور الدراسة. تفاصيل أكثر مع طلبتنا. بداية نرحب فيكم في كلية الآداب، هذا الصرح العلمي التابع لجامعة الكويت. نستقبل اليوم دفعة جديدة من الطلاب المستجدين لهذا العام الدراسي، ونحاول نطلعهم بإذن الله تعالى على طبيعة الدراسة في الكلية والتخصصات الموجودة في الكلية، ونساعدهم في بعض الأمور الإرشادية اللي لابد أن يعلمها الطالب حتى يوفق بإذن الله تعالى في طلب الدراسة في العام الدراسي، من قضايا التسجيل وما يرتبط فيها من أمور القيد والاستمرار في الدراسة، ونبه إلى بعض الأمور اللي لابد أن يتجنب حتى لا يقع لا سمح الله في أي تعثر من هذا الجانب. فأنتم على الرحب والسعة في هذه الكلية ذات الطابع الثقافي، وإن شاء الله الجميع يستفيد من هذه الجولة. والله وش الشعور، أن أنا متحمسة أني أنا أبدي هذه الخطوة الجديدة في حياتي، وأني أتعرف على الجامعة أكيد، وفي بالي أنه يعني رح يعلموني عن الأماكن المرفقات والأشياء عشان بعدين ما أضيع لما أداوم أول يوم. والله من ناحية الشعور أنا جدا متحمس على الشيء هذا، أني أدش كلية الآداب وأشوف أبدأ حياة جديدة بالجامعة. وأنا أشوف من انطباعي الأول من نظرتي لكلية الآداب، أشوف أنها جدا منظمة وجدا يعني مريحة للطالب. الثانوية كانت شيء أنت أوريدي عارفة، وأنت هالشيء يعني قايل لك عنه من قبل، بس لما أنت تدش جامعة هالشيء كله تجربة جديدة، وكلها التجربة تعتمد من شخص لشخص، ماكو شيء معين وماكو شيء، ماكو سيستم محدد حق كل شخص، كل شخص له تجربة غير. ضيفنا القادم الدكتور وليد خالد العنزي، أستاذ تكنولوجيا التعليم في جامعة الكويت، وللحديث حول ماذا يقدم التعليم للفرد والمجتمع والمهارات الأكاديمية التي يجب أن يقدمها التعليم العالي. العلم والتعليم هما الحاجة الأسمى للبشرية، به تنهض المجتمعات وتزدهر أيضا الأمم، وكما قال الشاعر: والعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. حديثنا اليوم راح يكون مع الدكتور وليد خالد العنزي، أستاذ تكنولوجيا التعليم في جامعة الكويت. مساك الله بالخير دكتور، وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساك الله بالنور أخي عبد الله، وحييك وحيي أختي أماني، حياكم الله. بداية دكتور، عبقرية التعليم ومعجزة التدريس، ما المقصود في هذه العبارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا على الاستضافة. الحقيقة معجزة التعليم وعبقرية التدريس، هذا العنوان أتى لبيان أهمية استثمار التعليم في الفرد والمجتمع. أولى بناء حضارات الإنسان، الحضارات عموما والأمم، يكون استثمار الحقيقي في الفرد والمجتمع من خلال عملية التعليم. إذا كنا نحن في الكويت نفخر بصندوق احتياطي أجيال القادمة، فأعتقد أنه هو صندوق سيادي استثماري، وهو من أفضل الصناديق الاستثمارية في العالم. أعظم استثمار وأفضل ما يمكن نقدمه لهذا الجيل هو استثمارنا في التعليم. فالحقيقة الاستثمار التعليمي مهم جدا في الفرد والمجتمع، وهنا ينطلق عبارة معجزة التدريس وأهمية التعليم وعبقريته. لذلك المنظومة التعليمية منظومة فكرية تهدف إلى بناء الإنسان في جميع جوانبه المختلفة، لنهضة الأمم ونهضة البشرية، وبالتالي تعزيز هذه المهارات فيه بشكل متفاني، يهدف من خلالها إيجاد فرص استدامة كبيرة وعظيمة من خلالها تنهض المجتمعات في بناء
الصروح الأكاديمية والفكرية في ذلك. جميل. نعم أيضا دكتور وليد خلينا نتكلم شوي بصراحة أكثر اليوم، ودنا نعرف أسباب تراجع التعليم والثقافة التربوية في الوطن العربي برأيك. الحقيقة هذا الموضوع واسع حقيقة، وأعتقد أن التراجع ينم من خلال عدم الجدية في إبراز وإعطاء دور التعليم في صناعة ومهارات الحياة لدى الطفل أو المجتمع أو الفرد بشكل عام. أعتقد أن هناك جوانب نقص عديدة يعني تعتري المنظومة التعليمية. المنظومة التعليمية هي مؤسسة تعليمية تربوية تهدف إلى إنتاج الكفاءات والخبرات لإنتاج الإبداع والابتكار. فإذا كان هناك جوانب نقص في هذه المسألة، أعتقد هناك راح يعتري جوانب نقص عديدة في إنتاج التعليمي والفكري. نعم هناك بعض المثالب وبعض التراجع حقيقة على مستوى التعليم في الوطن العربي عموما، وأعتقد هذا التراجع يعني ينم عن عدم تمكين التعليم وإعطائه أكبر قدر ممكن وحقيقة تعليمية كدوره في المدارس كدوره في الجامعات واهتمامه بالفرد بشكل عيني حتى يكون للدور للتربية والتعليم دور في ريادي حقيقة في دور المجتمعات ورياداتها بشكل كبير. نعم إذا ماذا يجب أن يقدم التعليم للفرد وللمجتمع؟ أعظم ما يمكن أن يقدمه هو استثمار، الاستثمار الحقيقي في التعليم من خلال هذا الفرد تجاه المجتمع. نعم يقدم الكثير حقيقة. أولى ما يكون أن يقدمه هو توفير القيادات الشبابية. أفضل مكان لصناعة الفرد هو التعليم. صح. التعليم يعني يمتد من المراحل الأولية إلى حتى يعني ما لا نهاية. فبالتالي ممكن استثمار حقيقي في إنتاج الفرد والمجتمع، ويكون هناك دور ريادي ممكن أن يقدمه في توفير فرص شبابية عديدة. أعتقد أن أيضا كذلك خلق يعني فرص مستدامة بالتعليم. هناك تتنوع جوانب الحياة بشكل كبير حتى تنهض يعني في المجتمع، ويكون هناك لها دور ريادي في جميع مراحل الحياة. إذا كنا نركز على التعليم فقط في هذا الاتجاه، حتما سيكون لها توجيه شبابي، توجيه قيادي. نقصد بالقيادة هناك توفير فكر، قيادة وقرار. إذا كان هناك توفير الفكر يعني الوعي، لازم يكون هناك وعي، نشر للوعي. فاستثمار التعليمي تجاه المجتمع يكون بوعي أفراده في حقيقة قدراتهم ومؤهلاتهم. أيضا كذلك توفير قيادة. القيادة مهمة حقيقة في قيادة المجتمع، قيادة مختلف تخصصات الحياة. فلما يكون عندك فعلا توفير وصناعة لقيادات شبابية تقود المجتمع في المستقبل، أنت قاعد تنهض بهذا المجتمع وتكون في مصاف الدول المتقدمة. كذلك القرار، القرار مهم جدا، وهي خضوع هذا المتعلم إلى مواقف مختلفة يستطيع من خلالها تحمل مسؤولية، ويكون هناك دور في مهم في اتجاه الحياة والمجتمع. نعم الهدف اليوم أيضا من التعليم في دولة الكويت دكتور وليد؟ الهدف من التعليم هذا سؤال حقيقة كبير، ويجب أن نسأله حقيقة نحن كدولة وكمؤسسات تعليمية، ماذا نريد من هذا التعليم؟ هل فقط نريد نخرج جيل يستطيع القراءة والكتابة؟ هل فقط نريد أن نخلق مجتمع وجيل قادر على التمكين في المواقف المختلفة ويكون عنده توازن في الحياة؟ أعتقد هذا السؤال مهم جدا، بيختلف باختلاف تفرعات التعليمية في الحياة. لذلك أعتقد أهم ما يمكن أن الهدف الأساسي هو بناء مواطن متوازن يستطيع التمييز في المواقف المختلفة. فبالتالي وهذا هو هدف التربية بشكل عام، أن نخلق إنسان ناجح متوازن فكريا نفسيا عقليا جسديا، يستطيع أن يميز في المواقف المختلفة ويتخذ أصوب القرارات التي ممكن أن تخضعها في تلك المواقف المختلفة. نعم قبل مدة دكتور انتشرت وأنا هم قريت معلومات عن التجربة الفنلندية. نعم. في التعليم. صحيح. خلنا نتكلم عن هذه التجربة وشون قدروا يتخلصون من جراثيم التعليم. جميل الحقيقة. التجربة الفنلندية هي من أعظم التجارب اللي يعني كانت رائدة في التعليم، وأعتقد يعني من أهم ما ميز هذه التجربة واقعيتها. للأسف أخوي عبد الله وأستاذ المشاهدين، أعتقد دائما إحنا لما نعالج أي مشكلة أكاديمية تعليمية نحاول نضخم من المنهج. كيف نضخم المنهج؟ نضيف أكبر قدر من المعلومات بحيث أنه والله يكون يعني نعطي صورة نوع من الانبهار في هذا المنهج بحشوة. وأعتقد هذا اللي يفطنوا له الأخوة في يعني فنلندا في التعليم الفنلندي بما سموه بالجراثيم التعليم. هناك يعني في أمور كمية كبيرة حينما تكون فوق قدرات الطالب تكون هذه جراثيم وعبء عليه. فبالتالي واقعية التعليم واقعيته بحيث أن تكون الجرعات التعليمية مناسبة لمؤهلات وقدرات العقلية لهذا السن
في المرحلة التعليمية المخصصة. فبالتالي تضخيم المنهج على مراحل مثلا ابتدائية وإعطائهم منهج المتوسطة هذا لن يرتقي بهذا الطالب، بالعكس هذا راح يسبب عرقلة في مسيرته التعليمية، ويجب أن تكون هذه المعلومات بقدر عالي من الوعاء الفكري لهذا الطالب وتكون واضحة جدا في وتحاكي مهاراته الأساسية. فبالتالي هذه من أهم الأشياء. أيضا كذلك فطنوا إلى موضوع آخر وهو التعليم المرح أو التعليم باللعب. هذه من أهم صراحة الابتكارات التعليمية الحاضرة. إحنا اليوم ما نواجه مشكلة في المعلومات، المعلومات متوفرة ما شاء الله في جميع سواء في الفضاء الإنترنت في الأسرة ما شاء يعني يمكن الجيل اللي قبلنا كانوا أبهاتهم غير متعلمين، أما الآن ما شاء الله الأجيال القادمة وجيلنا الحالي تجد الوالد ولا الوالدة ولا العم ولا متعلمين، فبالتالي ما عندنا إشكالية في المعلومة، إشكاليتنا في تحبيب وترغيب هذا المتعلم في المعلومة. فبالتالي وضعها في قالب نوع من التربية التعليم المرح والألعاب التربوية سيفتح شهية هذا الطالب في تلقي المعلومات، وبالتالي تكون بادر للابتكار وبادر للإبداع وخلق جو من المواقف المختلفة التي يستطيع أن يميز من خلالها. نحن ضد عمليات التلقين في التعليم، لذلك يجب أن يكون هناك لدى المتعلم قدرة على مساحة من الحرية على اختيار الأماكن الصحيحة أو اختيار الإجابات الأصح، وبالتالي حتى لو اختار شيء خطأ يتعلم منه درس يتعلم منه وبالتالي يميز فيما بعد بين الصح والخطأ. نعم. احنا بدنا نتكلم أيضا دكتور وليد عن المهارات الأكاديمية اللي يجب أيضا أن يقدمها التعليم العالي ممثلا بالجامعة لكل طالب. من أعظم المهارات التي يمكن أن يقدمها التعليم العالي والجامعي لدى كل طالب هي في نظري في وجهة نظري هي أربع مهارات أساسية: مهارة التفكير ومهارة الكتابة ومهارة الخطابة ومهارة القراءة. هذه الأربع مهارات عظيمة يجب أن يقدمها التعليم العالي وتكون زراعتها في التعليم العام، لكن يجب أن تكون حاضرة لدى كل متعلم. وإن لم تقدمها لك الجامعة أو المدرسة ابحث عزيز الطالب إلى أماكن أخرى تجد فيها مثل هذه المهارات وتعلمها. وقبل أن أدخل في هذا الأمر، اليوم أصبح الطلب مو فقط على الشهادات، الطلب الأكبر صار على المهارات، فمن يجيد هذه المهارة سيكون مقدم حتى على أصحاب الشهادة، وما الشهادة إلا دليل وعرفان على أنك تمتلك هذه المهارة، فبالتالي امتلاكك لها على أرض الواقع وتبيانها راح يكون لها دور كبير. أعتقد مهارة التفكير هي مهارة تخطيطية أنا أسميها، وهي تنظم العقل وتنظم الفكر وتجعل الطالب يعني يبحث عن كيف ولماذا ومتى بدل لا يكون فقط التعليم تلقيني، فبالتالي يستنتج يستكشف بعد التجربة ويميز ما هو الخطأ والصحيح. أيضا كذلك مهارة الكتابة وهي المهارة الإنتاجية نسميها، فالإنسان بماذا ينتج؟ ينتج من خلال الكتابة، والكتابة يستطيع الإنسان يعبر فيها عن مشاعره عن فكره عن آثاره، وهي المنتج الذي يراه الآخرون من خلالك. كذلك المهارة الخطابية أنا أسميها المهارة التسويقية. المهارة الخطابة مهارة جدا عظيمة وكبيرة، يمكن لا يسع المجال لذكرها بتفصيل الآن، لكن أعتقد يجب أن تكون مهارة البرزنتيشن العرض والتقديم هي أولى وأساسيات هذه المهارات التي يعبر فيها الإنسان عن ما بداخله، وهي المهارة الخطابية. ختاما مهارة القراءة وهي مهارة التعلم الحقيقية، وأنا أسميها الدنمو وهي المغذية لجميع تلك المهارات. فبالتالي هذه المهارة لن تستطيع أن تتكلم ما لم تكن قارئا جيدا ونهما، لن تستطيع أن تكتب ما لم تقرأ أضعاف ما ستكتبه، لن تستطيع أن تفكر وتنقد ما لم تكن هناك عندك خبرات وحصيلة. وأعظم ما يمكن أن يعني يأتي بهذه الحصيلة والخبرات واستزادة حياتية من خلال القراءة بشكل كبير. بلا شك دكتور، هذه مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية الطالب أم مسؤولية الجهة التعليمية أم مسؤولية أولياء الأمور؟ الجميع متشارك فيها أخي عبد الله، هي ما يعني هذه مسؤولية يعني متشارك فيها جميع، الدولة بمؤسسة تنظيمية الأنظمة التعليمية بشكل كبير، الجامعة، المنهج، المعلم، كذلك الأسرة، الآن أصبحت الأسرة يعني مسؤولة في تعزيز وتوفير البيئة المناسبة لهذا الطالب ولهذا المتعلم حتى يتحقق من أفكاره. وأعتقد تجربة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني عزت شراكة الأسرة مع الطالب. أيضا كذلك دور الطالب يعني بشكل كبير، هي الجميع يتخرج، احنا نعرف ما شاء الله نسبة الخريج الحين زايدة، نسبة ما شاء الله الله يزيدهم إن شاء الله، والجميع سيحصل على شهادات، وما شاء الله حملة الشهادات العليا من ماجستير الدكتوراه متوفرين وبكثرة، لكن من اللي يتميز؟ هنا يرجع دور الفرد نفسه
في تعزيز وأهميته بأن يعني يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فعندما يأخذ الإنسان هذا العلم والتعلم بقوة وجد واجتهاد سيكون رقم صعب تجاهله في المجتمع، وبالتالي تكون عليه الأنظار ويصنع لنفسه فرص قد لا تتهيأ لآخرين من زملاء. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك وكل الشكر على وجودك وعلى هذا اللقاء الجميل يعني، ونتمنى أيضا المشاهدين استمتعوا في هذا اللقاء. الشكر لكم على الاستضافة. عساك على القوة. شكرا لك. طبعا في ختام لقائنا لهذا اليوم تقدم بكل الشكر للدكتور وليد خالد العنزي استاذ تكنولوجيا التعليم في جامعة الكويت. وشنو عندنا يا عبد الله الحين؟ اكيد عندنا فقرات منوعة ومواضيع نستمر فيها معاكم من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. التصوير هواية جدا جميلة، والأجمل أن نتعلم أساسيات التصوير. فقرتنا القادمة راح نتكلم فيها عن قواعد التصوير الصحيحة ومعلومات مفيدة لالتقاط أجمل صورة. أي شيء يشوفه منظره حلو ألوانه حلوة، ومثل ما يقولون أن المصور يحب يوقف الزمن بلحظة معينة. يعني مثلا أنا شفت شيء أول شيء صورته بمخي، بعدين حبيت أوقفه بهاللحظة هذه بالضبط. ف يعني شوي شوي احتجت أن أطور معداتي، تليفون ما قام يوافي، ما قام يؤدي نفس الأداء اللي أنا أبيه، فاحتجت أن أطور معداتي إلى كاميرات احترافية، ومن بعد الكاميرا الأولى كاميرا ثانية وثالثة، وللحين لازم كل شوي واحد يتطور. وأشياء اللي أحب أصورها الحين ما في شيء محدد، بس إنه يعني عامة أشياء البورتري، أحب أصور الأشخاص، أحب أصور الدعايات، ويعني الأكل مرات مو أي أكل، ما في أشياء معينة. يعني لازم المصور يجرب كل شيء بعدين يلاقي نفسه شيء بمكان معين، دائما يلاقي نفسه بمكان معين. وحبيت أبلش من مكان، يعني أنا بلشت كمصور خلف الكواليس، أدش خلف الكواليس أصور الممثلين، أصور المخرجين، أصور مساعدين المخرج، أصور الكاست كله، أتعلم منهم، أطالع شنو قاعد يسوون. اللي لفت انتباهي ان ابي اكون مصور او مخرج اعلانات سينمائيه، او نقدر نقول افلام سينمائيه مسلسلات. فبلشت من اني اصور خلف الكواليس، وللحين انا خلف الكواليس، وان شاء الله نطمح للاكثر والاكثر ان شاء الله. الصورة الحين نقدر نقول إن هي أهم شيء بالتسويق، الصورة أو الفيديو أهم شيء بالتسويق، فهي اللي توصل المشاعر حق المشاهد بدون كلمات. يعني مجرد أن واحد يمسك تليفونه
يطالع هالصورة بطريقة احترافية لازم تكون، يعني مو أي واحد يصور بتليفون والله شوفوا هالشيء لذيذ، هالشيء مثلاً هالشيء وايد حلو، هالشيء سعره زين، ما ينفع كذي، لازم تصوره بأفضل طريقة ممكنة. هني توصل حق المشاهد أن هالشيء هذا لازم تقتنيه أو تشتريه. بس مثلاً على سبيل المثال دعاية مطعم، دعاية محل سويت، دعاية أي شيء. على سبيل المثال مثلاً كاكاو. كاكاو شلون أصوره؟ كاكاو لازم أصوره بطريقة احترافية. شنو الطريقة الاحترافية؟ مو إنه يجيني الطبق جاهز بس مسك تليفوني صورته. لا، البروسيس الميكينج ماله، أصور مثلاً ذوبانه، ذوبان الكاكاو هو قاعد يسيح وهو حار. الحين في تنافس بالسوق، نقدر نقول ان انا كمصور مطعم او كمصور كافيه او كمصور اي مشروع كان، دائما يكون في لي منافس، فانا لازم اطالع هالمنافس هذا شنو قاعد يسوي عشان لا اروح اقلده، عشان اطلع افكار احسن، احاول اطلع اشياء تلفت النظر اكثر. فدائما لازم تكون نظره مختلفه، لازم يكون ذوق، لازم يكون معدات صحيحة تصور فيها. يعني ما يصير أنا أروح أشوف المنافس مالي صور لهالدرجة حلوة وأنا معداتي عادية. لازم أطور نفسي، لازم أغذي النظر، أطالع مصورين عالميين، أطالع يوتيوب، أطالع كل مكان بالسوشيال ميديا، أغذي النظر لازم. ودائما يكون في تنافس، نقدر نقول تنافس شريف بين المصورين. ضيوفنا القادمين: هيا المقرون نائب رئيس جمعية الشعب، نورة جاسم المزعل وبدر ناصر العطوان متدربين في جمعية الشعب، وللحديث حول مبادرة اتحاد الجمعيات التعاونية في دعوة الشباب للعمل في الجمعيات. مبادرة اتحاد الجمعيات التعاونية ودعوة الشباب للعمل في الجمعيات تعتبر مبادرة مهمة لعمل الطلاب في الصيف واستلامهم وظائف متنوعة. طبعا هذا الشيء يعزز روح التعاون والعمل المشترك، وأيضا ينمي عندهم روح المبادرة والعطاء الوظيفي. تفاصيل أكثر راح يكون مع ضيوفنا. في البداية رحب بالأستاذة هيا المقرون نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب التعاونية، وبدر ناصر العطوان متدرب في جمعية الشباب، ونورة جاسم المزعل متدربة في جمعية الشباب. حياكم الله ومسا عليكم بالخير. الله يحييكم، مساك الله بالنور والسرور. يا حياك الله. حياك الله بدر، مساء الله يحييك، منورنا في مساء الخير يا كويت. والله النور نورك. نورة مساء الخير. يعطيك العافية. بداية هي ودي أنا أتكلم وأعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة، المبادرة اللي جدا جميلة واللي بلشت يمكن من شهر 7 ومستمرة الآن في شهر 8، هي مبادرة اتحاد الجمعيات التعاونية، والهدف من توظيف الطلاب في فترة الصيف. في البداية هو مشروع مشترك من وزارة الشؤون ومن اتحاد الجمعيات التعاونية بتوجيهات عليا من مجلس الوزراء. صار البرنامج شهر 7 وشهر 8، وكان هدفه أنه يشغل الطلبة في وقت فراغهم
هدفه كان استثمار وقت الفراغ وتعزيز المهارات لديهم، سواء هالمهارات خبرة بالعمل، سواء كان تنمية مداركهم، وسواء كان تهذيب سلوكهم في العمل الجماعي، وكذلك تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، خاصة أن الطالب يعني لما يكون يشتغل بالجمعية هذا الشيء راح يعزز في اللي هو الولاء والانتماء الخاص في منطقته وحتى في حب وطنه كذلك. جميل بدر، كلنا نروح الجمعية ونشتري من الجمعية، لكن انت رحت خذيت خط ثاني بانك تشتغل بالجمعية خصوصا في فترة الصيف. صحيح. كلمني عن هالتجربة وشنو الوظائف اللي قمت فيها خلال هالفترة. انا صراحة كنت وايد مستمتع وجربت شيئين فيها، اللي هي اشتغلت بالإدارة مشروعات صغيرة. حلو. وبالمكسرات، قسم المكسرات. ممتاز. شنو الوناسة كان في أنك تشتغل في الجمعية؟ لأن اختلف الوضع عن أنك تكون والله رايح الجمعية تبي تشتري شغلة وتطلع. والله الحلو بالشعور أن كل واحد وده يشتغل بالجمعية، يشوف الأرفف، يكون هو المسؤول عنها تقديمها. حلو. فكان شغل وايد حلو، خصوصا باستقبال الناس بقسم المكسرات، لما يجي لك واحد يقول لك كلمة حلوة ولا شيء يونسك الصراحة. ممتاز. نورة، شو اللي خلاش تروحين وتفكرين بأنك تشتغلين في الجمعية؟ عشان اكتسب مهارة جديدة واتعلم. حلو. واقضي وقتي بشيء مفيد. ممتاز. وبعد هالتجربة وهالفترة اللي ما هي طويلة، هل ممكن تتكرر هذه التجربة في السنوات القادمة في الصيف الجاي مثلا؟ ايه، يعني لأننا استانسنا وتعلمنا اشياء. يعني شنو اي قسم كنتي ماسكة؟ قسم الأجبان. قسم الأجبان؟ ايه. مستمتعة؟ ايه. شنو الأقسام الثانية اللي ودك تجربينها؟ يلا معانا احنا نائب رئيس مجلس الإدارة. مكسرات. مكسرات. مشروعات صغيرة. تبي تبدلين مع بدر. خلاص سوي سويتش هيا حق الشباب. شنو اللي قاعد تقدمونه لهم؟ يعني هم قاعد يستفيدون وقاعد يتنوعون ما بين الأقسام، لكن كمجلس إدارة شنو اللي قاعد تقدمونه للطلبة اللي قاعد يشتغلون معاكم في فترة الصيف؟ أنا كوني رئيسة اللجنة الاجتماعية في الجمعية حرصت أن يكون عندهم برنامج متكامل نحط فيه كل احتياجاتهم. يعني حتى سوينا لهم برنامج يكون عبارة عن الأول أسبوع مثلا إذا هو بالأجبان يقدر الأسبوع الثاني يروح مكسرات، إذا خلص من المكسرات على أساس ما يمل يقدر يروح مثلا العمل الإداري، خلص من العمل الإداري يقدر يروح قسم الخضار، خلص من قسم الخضار يقدر يصير مأمور استلام وتسليم، خلص من الاستلام يقدر يروح مثلا يجرب بالتموين والجملة. يعني حرصنا أنه ما يكون في ملل بالبرنامج، وكذلك حرصت أنه يعني بين الفترة التدريبية يكون في رحلة خاصة لهم تكسر روتينهم. اللي المجموعة مالت شهر 7 اللي فات وديناهم بيت العثمان، وان شاء الله الجروب مال شهر 8 على اساس انه بنوديهم مركز عبد الله السالم ان شاء الله باذن الله. طبعا هم مجموعه شهر 8 لنهايه هذا لنهايه الشهر ان شاء الله. يمكن بدر سالت نوره هل تكررينها مره ثانيه وقالت اكررها في الصيف الجاي بس ودها تاخذ الاقسام. انت هل ممكن تكرر هذه التجربه مره ثانيه ولا ممكن تشوف تجارب اخرى وتحب انك تجربها؟ هو حلو ان الانسان ينوع يجرب تجارب ثانيه، بس ممكن ان ارد الجمعيه مره ثانيه واختار اقسام ثانيه اجربها. وين مثلا؟ عندك وايد اقسام هناك يعني يحيرونك، مثل التموين، الاجبان. كان ودي اجرب الاجبان بس الوقت ما ساعدني. بعد خلاص صار اي بس نبدل انا وياك خالصين من الاسبوع الجاي تقدرون. نوره شنو اللي استفدتي من هذه التجربه اللي قصيره؟ شنو الايجابيات اللي فعلا غيرت في نوره خلال فتره قصيره؟ يعني التزم الوقت، شلون اتعامل مع الناس بعدهم. شنو رده فعل الناس لما تروحين لهم وتقول لهم تفضلوا؟ كلهم يدعون كذي انه يستانسون ان الكويتيين قاموا يشتغلون، وهذا شيء وايد حلو. أيوة. ان شباب صغار عمر الورد قاعد يشتغلون في الجمعيه قاعد يعطون من نفسهم، وهذه التجارب هي حلوه. يمكن قلتي جمله بان كان زين هذا كان موجود من زمان. صح صح. وفترة تكون أطول. ليش قلتي هالجملة؟ الأمانة أنا جربتها لأن في الكوفيد 19 بالكورونا في 2020 الجمعية كانت محتاجة متطوعين وكنا من أوائل الناس اللي رحنا تطوعنا، فهذا الشعور وايد حلو. لما خلص الكوفيد 19 فقدنا هالإحساس هذا، فأعتقد أن نفس الشعور اللي هم حسوا فيه اللي جروب شهر 7 نفس الشيء. يعني كان ودهم يرجعون الحمد لله من غير جائحة. أكيد أكيد من غير شر إن شاء الله الحمد لله.
فهذا الشعور يعني بالذات يعني حتى احنا حاليا في منطقة الشعب قاعدين نخطط حق موضوع المدن الصحية ان شاء الله، راح ننظم حق مبادرة منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، وهم هذه المبادرة تحتاج منا احنا نكون فرق عمل. فحتى انا بلغت الشباب اللي بالجروب الاول والثاني اذا في اي احد عنده يعني الرغبة في انه ينضم لنا للفريق، مستعدين ان احنا نستقبل كل طلبات الشباب من الطلبة ورحبوا بالفكرة، بالعكس ودهم يخدمون منطقتهم كثر ما يقدرون يعني، وهالشيء انا ودي انه يكون مستدام مو مؤقت يعني. باذن الله ان شاء الله. الاقبال شلون كان من قبل الطلبه؟ للامانه يعني ما هقينا كذي اقبال، الشهر 7 اللي سجلوا تقريبا 25 طالب، ويعني لمسنا فيهم روح الحماس وروح المثابره والجد والاجتهاد، وحتى انهم ملتزمين، هم عندهم يعني بصمه حضور وبصمه خروج، وكان في فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. بالعكس كانوا جدا ملتزمين، جدا يعني ينشدون عن الموظفين وينشدون عن الأهالي شنو يبون، وابتسامة يعني يومية، وايد وايد لمسنا فيهم حب العطاء. جميل. بدر، شلون تعامل الناس معك أول ما تشوفك بالجمعية، مو كبدر العطوان لا كالموظف بدر العطوان؟ والله ردة فعل وايد جميلة، خصوصاً أن يقولون ما شاء الله كنا بس نشوفك بالتلفزيون، الحين نشوفك ما شاء الله تشتغل بالجمعية، ومن الكلام الحلو اللي يقولونه التحفيزي ومن الدعاوي، فردة فعل تونسك تخليك تبي تشتغل أكثر. بدر، أنت كنت في هذا الجروب الثاني اللي هو شهر 8 ولا الجروب الأول؟ كنت الجروب الأول وعجبني الوضع فدخلت في الجروب الثاني. ولو في جروب ثالث؟ أكيد من الأول حضور. راح تكون بعد موجود معاهم؟ أكيد. يعني وايد مستمتع بدر أشوفك بالعمل، مستمتع باكتساب مهارات جديدة، فهذا يخليك أنك تستمر في هذا العمل. صحيح. يعني الصيف الجاي ممكن نشوفك بالجمعية مرة ثانية. ممكن. خالصين. خالصين. دزلك بعد مسج يكون وياكم في المدن الصحية. إيه بالعكس، إيه هو من أوائل المبادرين، وترى حتى بالكورونا كان متطوع من المتطوعين بالكوفيد 19. ما شاء الله. يعني ما شاء الله. بدر أشوفه يحب العمل، يحب اكتساب مهارات جديدة، يتعرف على أشخاص جدد. نورة، تعرفتي على الموظفين اللي وياك، أنت بالفترة الأولى ولا الفترة الثانية؟ الأولى. بالفترة الأولى. وشهر كامل كنتي؟ إيه. حلو. تعرفتي على الموظفين اللي وياك؟ إيه. كلهم؟ لا مو كلهم. مو كلهم؟ من وياك كان في القسم؟ أنا وأختي ورفيجتي. كنتوا في قسم؟ الأجبان. الأجبان. طول الفترة؟ إيه. ليش ما؟ كان كلمتي استاذه هي تغيرين تروحين الحلويات مثلا، يعني الاماكن الثانيه ما صار؟ لا. الصيف الجاي نشوف ايه؟ نوره ان شاء الله في الجمعيه. ايه. باذن الله. شكرا لك يا نوره، شكرا لك يا بدر، موفقين ان شاء الله، الدراسه على الابواب، شدوا حيلكم. كل الشكر لك استاذه هي على وجودك معنا، شكرا لمجلس اداره جمعيه الشباب، لاتحاد الجمعيات، لوزاره الشؤون على هذه المبادره اللي نتمنى ان شاء الله انها تستمر في السنوات القادمه. شكرا لك، واذا حابه تقولين اي كلمه للمتطوعين وللمبادرين اللي كانوا معاكم. انتم مشكورين، ما قصرتوا على دعمكم المستمر، ويعني خاصه تلفزيون الكويت من اوائل الناس اللي يعني بادرت وصورت مشروع توظيف الطلبه. انا اوجه رساله حق اولياء الامور وحق الطلبه ان احنا عملنا في جمعيه الشعب مستمر، سواء في برنامج الطلبه او غيره، بالعكس يعني احنا نبي الناس اللي تتطوع ويانا، لان العمل بالنسبه لنا مستدام. عساكم على القوه، كل الشكر على وجودكم معنا، واكيد مستمرين معاكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل. Yeah.
كويت تبرمج هي مبادرة أكاديمية تعلم الطلاب أساسيات البرمجة من خلال إنشاء مواقع الويب والألعاب والتطبيقات، وبناء على ذلك فإن هدف هذه المبادرة مبادرة الكويت تبرمج إنشاء الأجيال الواعية في المجالات التقنية. عندنا أربع مسارات مختلفة، مسار تصميم المواقع وبرمجتها، مسار الألعاب، ومسار البايثون، وأيضا مسار الفلتر. الإقبال كان جدا كبير، وفي سمر 2 لقينا بعد إقبال كبير من الطلبة، لأنهم خلال تقريبا 7 إلى 8 أيام يتعلمون شلون يسوون موقع أو لعبة أو حتى يبرمجون بلغة بايثون ويسوون منها تطبيقات ويعرضونها بمسابقة صغيرة ممكن أنهم يفوزون فيها ويربحون فيها. هذا ثاني كورس لي بكويت برمج. شيت كويت برمج من باب استغلال الوقت وما يضيع وقت على أشياء تافهة. شفت هالمبادرة بأكاونت من أنستا، فحبيت أجرب وأدش أشوف المبادرة. بصراحة حيل استفدت، وأنصح جميع الطلاب أن يستغلون وقتهم ويستفيدون من شيء، يعني يستفيدون بالمستقبل، والبرمجة إن شاء الله راح تفيدني بالمستقبل وتفيدني إن شاء الله بشغلي المستقبلي. كويت برمج هي عبارة عن مثل بوابة للتعلم، نفس الوقت بسيطة وممتعة، وتساعد الشخص أنه يتعلم بشكل أسرع وممتع بدون ما يواجه المصاعب اللي تواجه بأي مدرسة عادية. واللي استنتجت بهالمبادرة إن شلون أطور نفسي وأبدأ أتعلم أدش هالمجال أكثر، وشلون أعمق معلوماتي بشكل عام. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا بعد هذه السلسلة من التقارير المنوعة والضيوف المميزين اللي كانوا معنا في مساء الخير يا كويت. إن شاء الله استمتعتوا معنا ومع ضيوفنا، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. بإذن الله. وبشري نقول لكم مشاهدينا في أمان الله، ونشوفكم باكر بفقرات أيضا مواضيع جديدة في برنامج مساء الخير يا كويت. مع السلامة.